بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معادنا النهاردة مع الإصحاح السابع من سفر الرؤيا للقديس يوحنا الرائي اللاهوتي، وهنلتقي في هذا الإصحاح مع الكنيسة الواحدة اللي هي فيها جزء على الأرض، دي الكنيسة المجاهدة، وجزء في السماء اللي هي الكنيسة المنتصرة، الكنيسة السماوية. في الخطوم اللي فاتت كنا شفنا الختم الخامس كان اتكلم على السماء، وفي القسم السادس اتكلم على الأرض، الناس اللي عايشة على الأرض. النهاردة في الإصحاح السابع بقى هنشوف الجزء الأولاني اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، بيتكلم أكتر على الكنيسة المجاهدة اللي على الأرض، والقسم الثاني هيتكلم على الكنيسة السماوية اللي هما كانوا مجاهدين على الأرض وبعدين انتقلوا للسماء. وأحسن تشبيه وأحسن تصوير من العهد القديم، لو حبينا نجيب تشبيه من العهد القديم في سفر الملوك الأول، لما كان بيبنى البيت اللي هو هيكل سليمان، كان بيستخدم في بنائه حجارة صحيحة بتتقلع من الجبل وتتوضب وبعدين يجيبوها ينقلوها ويبنى بيها البيت. فكان النحت والتهذيب والتشطيب ده بيتم في المحجر في بره البيت، لكن متى نقلت الحجارة إلى موضع المباني لبيت الرب، كان ممنوع أن يبقى فيه أي نحات أو أي تهذيب للحجارة، كان الحجارة توضع على طول في مكان البناء. وكذلك أيضا الآنية المعدنية كانت بتسبك في غور الأردن بره وتتظبط وتتلمع وتتجهز وبعدين يشلوها ينقلوها لموضع بيت الرب، دون أن يتدخل في الموضع بتاع بيت الرب، لا يتدخل فيها أحد في توضيبها أو في إعدادها. ده إشارة لإيه بقى؟ هنا الإشارة أن الإنسان طول ما هو في العالم عرضة للضيقات وللتجارب وللألمات، والمسيح قال لنا كده في العالم سيكون لكم إيه؟ ضيق. لكن هذه الألام لما الإنسان بينتقل للسماء ليس هناك بقى ألمات ولا ضيقات ولا عذابات، ولكن هناك حياة سعيدة نقية خالية من الضيق ومن الألم. نقرأ مع بعض الجزء من الإصحاح السابع. وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخرا طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. من التوضيح اللي وضحناه في البداية بنفهم أنه لابد أن تأتي الآلام على الإنسان، والرياح هنا هي إشارة للآلام، الرياح اللي هي بتهب على الأرض وتهب على البحر وعلى الأشجار، دي الألمات اللي بتهب على العالم. فالأوجاع والمصائب والضيقات والزلازل وكل دي بتهب على المؤمنين وغير المؤمنين، على الروحيين وغير الروحيين. لكن الإنسان المؤمن لما بتصيبه أي ضيقة أو أي تجربة فبيعتبرها أنها ربنا بعتها له من أجل تنقيته. نحن نؤمن بقول الرسول في روميا: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذه الألام اللي ربنا بيسمح بيها ليست للضرر ولكن للتنقية، كي تنقي الإنسان وتعده للحياة الأبدية. وعشان كده يقول النص اللي قرناه من شوية: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. هنا بقى الأرض والبحر والأشجار دي كلها إشارات للمؤمنين في حالتهم المختلفة، في قامتهم الروحية المتفاوتة. الأرض إشارة للإنسان عموما، يعني فهو الإنسان أرض صالحة للزراعة أو غير صالحة. البحر ده إشارة للإنسان اللي عايش بروح العالم حسب الدنيا، أمور الجسد يعني أحواله متقلبة، مضطرب، لا يعرف السلام إلى آخره.
الشجرة تشير للإنسان المثمر بالروح القدس، ثمار الروح القدس. عامة المؤمن يشبه بشجرة، يقول إيه؟ مغروسة على مجاري المياه، المزمور الأول. ومجاري المياه هنا اللي هي الروح القدس لما يشبع الإنسان المؤمن فيثمر ثمارا صالحة. ونحن نحصل على سر الروح القدس في الميرون، في الختم. فالختم هو علامة الملكية، ملكيتنا للسيد المسيح. عادة الختم اللي كان بيختم به العبيد زمان يوضع اسم المالك، فكل من يتبع المسيح يوضع عليه هذا الختم، ختم الروح القدس. احنا كلنا خدنا عربون الروح في ختم الميرون لما تعمدنا مسحنا بالميرون، فختمنا بالروح القدس. ولكن على الإنسان الجهاد إن هو يضمر نار الروح القدس في حياته، يشعلها بالجهاد، بالصوم، بالصلاة، بقراءة الكتاب. في كثيرين يطفئوا الروح القدس في داخلهم عن طريق اندفاعهم في وراء الخطية، وراء الجسد والكسل في الجهاد الروحي. لكن هناك من يضمر الروح في داخله عن طريق إن هو يشعل الروح القدس بنيران الحياة الروحية، فيشتعل الروح القدس في داخله ويملأه بالتعزيات، فمهما جت عليه ضيقات فإنها هي تعده للحياة الأبدية. لكن الإنسان اللي لا يشعل نار الروح تيجي عليه الضيقات يعني يبقى فيه عذاب، زي بالضبط الرياح لما تيجي على شجرة كافة ما فيهاش مية، مش مروية، تقتلعها وتسقط أوراقها وتضرها، واخدين بالكم؟ عكس بقى لما الرياح تيجي على شجرة مروية تثبتها أكتر، تنعنشها أكتر، تملأها خضرة وأوراق، وتبقى سبب في بركة لحياتها. لذلك نسمع هنا الأمر اللي أعطوا الملائكة أمرا ألا يضروا الأرض والبحر، واخدين بالكم؟ فهنا الرياح هتهب على الأرض والبحر والأشجار ولكن لن تضرها، واخدين بالكم؟ فالله أعطى الروح القدس لكل المؤمنين، لكن الرياح لم تبدأ عملها إلا بعد أن وضع الختم على المؤمنين باسم المسيح، واخدين بالكم؟ إن هذه الآلام وهذه الضيقات لما تصيب المختومين المملوئين من الروح القدس لا تضرهم، بل تعزيهم وتعطيهم سلاما وفرح وتثبتهم أكثر في إيمانهم، ويبقوا بركة لكل اللي حواليهم. لكن في السماء ما فيش ضيقات ولا ألام، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، زي ما هتيجي الآية بعد شوية. فهنا نفهم أن الجوع والعطش والحر دولت هما التجارب، هما بالضبط زي ما قلنا في الأول تشبيه الحجارة اللي بني بيها البيت الهيكل، كان الأزميل والمناحت تعمل فيها وهي في المحجر، لكن متى جاءت إلى البيت تبطل كل هذه الصناعات. على رأي شياء النبي لما بيقول هكذا قال لي الرب إني أهدأ وأنظر في مسكني كالحر الصافي على البقل كغيم الندى في حر الحصاد. فالله بالنسبة للمؤمنين اللي هم الحرارة الحر يشير للتجارب، لكن رجع قال ان هو كغيم الندى في حر الحصاد. في موسم الحصاد بيبقى الجو حر مرتفع، فتهب ريح الندى، بتبقى الندى بيبقى خفيف ولذيذ ورطب، ويشبه وجود الله في حياتك مثل هذا الندى الذي يملأه بالهدوء وبالسلام وبالطمأنينة. ونلاحظ هنا بقى إن الرياح هي في يد الملائكة، يعني الضيقات والألمات الله يسمح بيها بحساب. وهنا في ملاك طلع من المشرق، والمشرق اللي بيطلع منه دايما هي الشمس، فده يشير للمسيح هو شمس البر، معاه ختم الله الحي، وهو اللي أرسل الروح القدس للكنيسة وأعطاها سر الميرون، الختم اللي بنمسح به ويعطينا عربون الروح في قلوبنا.
ولكن خدوا بالكم أن الملائكة أعطوا أوامر ألا يطلقوا الرياح على الأرض ولا البحر ولا الشمس ولا آسف ولا الشجر. فكل الحاجات دي ليها ترتيب وليها حساب، وبتبقى لفايدة الإنسان وعلى قد احتماله. ونرى في قصة أيوب إزاي ربنا سمح للشيطان أنه يجرب أيوب، ولكن في حدود سمح بيها الله، وربنا ما سابوش لوحده في التجربة. برضو ناخد بالنا، أربع زوايا الأرض هنا أربعة تشير للعالم كله، الشرق والغرب والشمال والجنوب، فالله ضابط الكل والعالم كله في يد الله، والتجارب بتشمل العالم. وشفنا في النص اللي قريناه ازاي التجارب والحاجات دي بتأتي بسماح من الله عندما يعطي أمرا للملائكة. نكمل قراية بقية الإصحاح من ابتداء من العدد أربعة. وسمعت عدد المختومين 144 ألفا مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. 144 ألف ده عدد المختومين. عايز أقول في البداية إن ما يصحش ناخد الحاجات دي بطريقة حرفية، لأن احنا بعد كده بعد شوية هنقرأ في عدد تسعة لما بيقول نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف ومتسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخيل. لذلك احنا نفهم أن الرقم 144 ألف ده رقم رمزي، و12 ده كنيسة العهد القديم الأسباط، يعني 12 في العهد الجديد ده التلاميذ، ف12 في 12 قد 144، والألف دي هي رقم السمائيين. واخدين بالكم؟ أو ممكن نفهمها بطريقة تانية. نفهمها إزاي؟ نفهمها إن 12 ده عدد المؤمنين في العهد الجديد، 3 ده رقم الثالوث، 4 في كل العالم، فثلاثة في 4 في 12 ده 144، فدول كل المؤمنين بالثالوث القدوس في كل العالم، والألف ده رقم الكمال، رقم سمائي، رقم السمائيين. المهم نفهمها ان هذا الرقم يرمز لكل المؤمنين بالمسيح، كلهم بقوا جسد واحد، بقينا كلنا واحد في المسيح. ذكر العدد 144 ألف ده بيشير لان العدد معروف بالواحد، ولكن ده مجرد رمز، يعني المختارين دول كلنا ربنا عارفهم بالاسم. وبعدين لما رجع قال من كل سبط من بني إسرائيل، طبعا عمر الكتاب المقدس ما هيقصد إسرائيل بأسبطها زي ما كنا نعرفها في العهد القديم، ولا إسرائيل الحالية، لأن يعني النهاردة مين في إسرائيل يعرف هو من سبط منين؟ ما حدش حد يعرف ولا حافظين. والحاجة التانية أن المختارين شعب الله المختار ده هم المؤمنين بالمسيح، وأي إنسان بيرفض الإيمان بالمسيح ما هوش مختار من الله، والله عنده كل المؤمنين واحد، سواء هم جايين من الأمم أو من اليهود أو من أي مكان، الله يقبل كل من يؤمن باسمه القدوس. وبعدين لو هو يقصد أسباط بني إسرائيل بالذات، يعني كان ذكر أولا رأوبين لأن ده البكر ده الكبير، لكن هو ذكر يهوذا، سبط يهوذا ده اللي المسيح جه منه، والمسيح هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. فسفر الرؤيا سفر رمزي، والأفضل أن احنا نفهم هذه الأسماء بما توحي به. فإسرائيل الآن شعب الله المختار هو المؤمنين بالمسيح في كل مكان، واخدين بالكم؟ لكن أسماء الأسباط نفهم معانيها، لها معاني، كل اسم له معنى ويشير لصفة في شعب الله، يعني في كنيسة المسيح. فمثلا لما ما ذكرش سبط أفرايم مثلا، يعني ليه؟ لأن كان هذا السبط هو السبب في انشقاق إسرائيل لمملكتين، كان سبب مرارة في تاريخ الشعب، وفي 10 أسباط انشقوا عن كرسي داود، والسماء ليس فيها انشقاق ولا انفصال، بل هتبقى كنيسة واحدة. برضو نلاحظ أنه اختفى اسم دان اللي هو الله يدين،
فلا دينونة من الآن على الذين هم في المسيح يسوع. وبعض المفسرين قالوا إن السبط ده اللي هيطلع منه الوحش، فعشان كده هو هيضل الشعوب، فعشان كده وتجنب إنه يذكر اسم دان وضع بدل منه اسم يوسف. نقرأ من العدد 5 مع بعض. من سبط يهوذا 12,000 مختوم، من سبط راؤوبين 12,000 مختوم، من سبط جاد 12,000 مختوم، من سبط أشير 12,000 مختوم، من سبط نفتالي 12,000 مختوم، من سبط منسى 12,000 مختوم، من سبط شمعون 12,000 مختوم، من سبط لاوي 12,000 مختوم، من سبط يساكر 12,000 مختوم، من سبط ذابولون 12,000 مختوم، من سبط يوسف 12,000 مختوم، من سبط بنيامين 12,000 مختوم. ف 12,000 يعني 12,000، 12 دار عدد شعب الله، و 1,000 اللي هم السمائيين، فكله هي شعب الله المؤمنين في كل مكان. نمسك بقى الأسباط ونمسك معانيها، ماذا يعني كل اسم؟ يهوذا يعني يحمد، يعني الكنيسة بتعيش في شكر وتسبيح وحمد واعتراف بعطايا الله على الإنسان. وتصدر القائمة هذا الاسم لأن المسيح جاء من سبط يهوذا، والمسيح هو رأس الكنيسة، ولا يدخل السماء إلا كل من يؤمن به. راؤوبين يعني ابن الرؤية، فشعب الله في السماء هيكون له نقاوة قلب، هيتمكن من رؤية الله، فإحنا في السماء سوف نرى الله وجها لوجه. جاد يعني المتشدد، فأولاد الله عاشوا في جهاد متشددين بنعمته، وهم في السماء متشددين بقوته، وزال عنهم كل عدم مبالاة واستهتار. أشير يعني سعيد، فدي سمة السماء إن فيها فرح وفيها سعادة أبدية. نفتالي يعني متسع القلب، فقلوب أولاد الله متسعة بالمحبة لكل أحد. منسى يعني الله ينسي، يعني الله أنساني، في السماء هننسى كل الألمات والأتعاب اللي شفناها على الأرض. شمعون يعني يسمع، السماء هنسمع صوت الله واضح بسبب نقاوة قلوبنا، هنبقى في اتصال مباشر مع الله. لاوي يعني الاقتران، صارت الكنيسة امرأة الخروف في السماء. يساكر يعني المكافأة والجزاء، والسماء هي المكافأة اللي بيتمناها كل من يغلب. ذابولون يعني مسكن، فصارت السماء مسكن لأولاد الله، يسكن الله معه. يوسف يعني يزيد أو ينمو، ونحن في السماء هننمو في معرفة الله أكثر وأكثر. بنيامين ابن اليمين، مكان عروس المسيح عن يمينه، فالملكة جلست عن يمين الملك، وده نصيب الخراف إنها تكون عن اليمين دائما. خدوا بالكم بقى هنا، نلاحظ في النص اللي قريناه كله إن كنيسة المسيح هي من المشرق إلى المغرب، لذلك نفهم إن الكنيسة هي المخلصين من كل الأمم والقبائل والشعوب. فأسماء الأسباط لا تعني إسرائيل بمفهوم العهد القديم، فالعالم كله دخل الإيمان، وأصبح كل من يؤمن وارثا للمواعيد من كل القبائل ومن كل الشعوب ومن كل الألسنة. يتمجد الله ويتبارك في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. وبكده نختتم الجزء الأولاني من الإصحاح السابع، وفي المرة القادمة إن شاء الله نلتقي معكم في الجزء الثاني من الإصحاح السابع. شكرا جزيلا.